تبقى المؤسسة والمانجمنت بتاعها على كفاءة إن هو يحققها ويتعامل معاها بما لا يضر بالمؤسسة توتال ولا البيزنس بتاعها. وأهم حاجة برضو اللي هي زي ما قلنا الـ uncertain environment، اللي هي البيئة الغير مؤكدة واللي فيها بنتكلم على ماسيف اللي هي وورلد وايد ايكونوميك كرايسيس وبوليتيكال كرايسيس وسوشيال كرايسيس او افيرز. ومثلا احنا بنتكلم في القريب ان احنا بنتكلم على الهيلث كرايسيس زي الكورونا اللي غيرت من شكل العالم، تمام، وفي نفس الوقت وضعت العالم امام والمؤسسات امام تحدي كبير جدا ان هي تغطي المصاريف بتاعتها وتحافظ على كيانها وتحافظ على البيزنس بتاعها ان هو يبقى بروفيتبل ويستمر خلال الكرايسيس دي.